صباح النور يا دكتور. نبدأ ولا نستنى دقيقتين تلاتة كده؟ هو يا ريت كمان دقيقتين ولا حاجة، عشان هي أصلا لسه ما جاتش 12. طيب تمام خلاص اوكي. انتوا بيبقى في مشكلة في اللينك أو حاجة؟ يعني ظاهر لكم مش كده؟ مفيش هو مشكلة. ظاهر الميتنج بس نبعت اللينك على جروب الدفعة. حاضر. طيب تمام اوكي شكرا. هبتدي وخمسة، أوكي؟ ماشي يا محمود؟ تمام يا دكتور. ماشي يا محمود. النهاردة آخر الليكتشر صح؟ النهاردة آخر الليكتشر، والأسبوع الجاي دكتورة هبة هتديكم مراجعة إن شاء الله. طيب تمام، شكرا. طيب نبدأ؟ خلونا نبدأ علشان خلوني أسجل الأول. طيب النهارده ان شاء الله اخر محاضره هتاخدوها في الترم ده، والاسبوع الجاي ان شاء الله دكتوره هبه هتديكم محاضره مراجعه، فطبعا يعني احضروها بقى علشان دي هتلم لكم المنهج ان شاء الله المحاضره دي. طيب اخر حاجه في الارثروبودا اللي انتوا خدتوها الترم ده، كلاس اسمه كلاس اراكنيديا اللي هي الاكرينا، اللي هم تو بارازايت عندنا اللي هم هارتيك والسوفتيك. هنعرف نفرق ما بينهم ازاي، انتوا خدتوه في العملي، ما هنرجع برضو نراجعه بسرعه كده النهارده. الفرق ما بين الهارتيك والسوفتيك، وهم بيشتغلوا بيولوجيكال فيكتور لانهي ديزيز ترانسميشن، وبينقلوا انهي ديزيز ترانسميشن، ودي من الحاجات المهمه قوي في الهارتيك والسوفتيك. ادي عندنا هم هنا صورتين، واحده فيهم هارتيك وواحده فيهم سوفتيك. حد عارف مين فيهم الهارد ومين فيهم السوفت؟ انتوا المفروض خدتهم في العملي. حد عارف مين فيهم الهارد ومين فيهم السوفت؟ يا شباب حد عارف مين فيهم الهارد ومين فيهم السوفت؟ حدش بيرد؟ لا يا دكتور ما نعرفش. مش خدتهم في العملي؟ انا ما عنديش فكرة بصراحة مين فيهم، انا ما خدتهمش في العمل. هو المفروض العملي خلص، فيعني المفروض ان انتوا تكونوا عارفين مين فيهم الهارد ومين فيهم السوفت يا دعاء. بس ايا كان يعني احنا هنقولهم برضو النهارده كده باختصار لحد ما تذاكروهم في العملي، لان دولت من الحاجات المهمه ومن الحاجات اللي بتنقل ديزيز ترانسميشن، حاجات مهمه قوي لازم تعرفوها. طبعا هنعرف النهارده الحاجات اللي انتوا لازم تبقوا خارجين وانتوا عارفينها، الكلاسيفيكيشن بتاعه الهارتيك والسوفتيك، ازاي ايه هي الانواع بتاعه التيكس عموما، ازاي نقدر نعرف حاجه اسمها تيك باراليسيس، ولما يجي واحد يشتكي من التيك باراليسيس ده هتعرف منين ان ده تيك باراليسيس مش حاجه تانية. التيك باراليسيس تعرف الديستريبيوشن بيبقى ليه ديستريبيوشن وباثوجينيسيس وكلينيكال بيكتشر، وازاي تقدر تشخصه وتعالجه، وطبعا العلاج بتاعه مهم جدا وسهل جدا في نفس الوقت. ومن الحاجات اللي هي يعني بترجع على طول، يعني مش بيحصل باراليسيس فبيفضل الانسان بيه، لا ده بيرجع يعني بيدي زي ما بيقولوا نتائج يعني كويسه، لان يعني هو ريفرسبل. هنشوف الهابتس بتاعه التيكس، بتعيش فين، بتحب ايه، المورفولوجيكال بتاعتها، وبتحصل ايه وبتعيش فين، كل دي حاجات مهمه عشان البريفنشن والكنترول. طبعا الديزيز ترانسميشن وده اهم جزء بالنسبه لكم، لان انتوا ميديكال طلبه طب، فانتوا لازم تعرفوا ايه هي الديزيز ترانسميشن وده اهم جزء عندكم. وطبعا البريفنشن والكنترول ده جزء مهم جدا، لان الدنيا دلوقتي بتسعى حول البريفنشن والكنترول، وازاي تقدر تعمل بروتكشن للهيومن من غير اي اضرار تانيه. طيب التيكس احنا عندنا الارثروبودا، في عندنا نوعين،
او تو فاميليز اللي هما الهارتيك والسوفتيك. الهارتيك بيسموا الكلاس بتاعها اوكسيديدي، والسوفتيك اللي هي الارجس اللي هي بيسموها ارجسيدي. ارجس والاوكسيديدي هما دولت التين او التو كلاسز اللي عندنا. ديستريبيوشن هي موجوده خصوصا في المناطق اللي هي تروبيكال اريا، دي اكتر اماكن موجوده فيها، وهو بيشتغل على الانيمالز مينلي، والهيومن ممكن يصاب بيه اكسيدنتالي زي ما هنعرف بعد شويه. طبعا هي منتشره في كل العالم عموما، بس هي طبعا موجوده اكتر في الحتت اللي هي التروبيكال اريا زي ما بنقول، وهو بيشتغل على الانيمال وبرضو الهيومن بيصاب، بس بيبقى اكسيدنتال هوست. الفرق ما بين الهارتيك ده والسوفتيك يا دعاء، الفرق ما بينهم زي ما انتم شايفين كده في الصوره، الصوره اللي على اليمين دي بتاعه السوفتيك. السوفتيك يعني هقولها لكم كده زي ما بيقولوا بالعاميه، عامله زي قشره اللب. يعني ايه عامله زي قشره اللب؟ يعني الراس بتاعه السوفتيك بتبقى من تحت، فما بتبقاش باينه لك من فوق، تمام؟ يبقى الكابيتولم اللي هو الهيد بتاعتها ما بتبقاش فيزيبل، فعشان كده بتبقى عامله زي قشره اللب، حاجه كده اوفال خلاص. طيب بيبقى عندها 4 pairs of legs دي الادلت، وما بيبقاش عندها فيستونز في البوستيريور اند. طيب الهارتيك، هارتيك بقى احفظها كده من فوق لتحت، الهارتيك ادلت بيبقى عندها كابيتولم باين، عندها حاجه بتغطي جسمها اسمها ستيوتم، وعندها فيستونز، ودي الحاجه اللي بتميز شكل الهارتيك، تمام؟ يبقى عندها الكابيتولم هيد، كابيتولم واضح اهو زي ما انتم شايفين، وعندها على جسمها زي دورسال شيلد كده اللي هي بيسموها سكيوتم، وعندها برضو فور بيرز اوف ليجز زي التانية، وبس عندها فيستونز اللي هي الزجزاج اللي ورا ده، الزجزاج ده اسمه فيستونز، عامله زي اللي عارفين الستائر كده لما بيركبوها حطوا حاجه كده زجزاج كده، الزجزاج ده اسمه فيستونز. خلاص ده الفرق ما بين الهارتيك والسوفتيك. ادلت يبقى عندها 4 ليجز وبيبقى حجمها كبير. اللارفا بيبقى عندها 3 pairs of legs وبيبقى حجمها اصغر شويه، وبتبقى sexually immature عن الادلت، تمام؟ طيب يعني اتمنى ايه، وهنرجع نقول الكلام ده تاني. طيب احنا عندنا اللايف سايكل بتاعتنا، في حاجه مهمه قوي في اللايف سايكل عندنا النهارده، ان الهارتيك والسوفتيك بيبقى عندهم incomplete metamorphosis. حد عارف يعني ايه incomplete metamorphosis؟ يا شعب، يا قوم، يا دكاترة، حد عارف يعني ايه incomplete metamorphosis؟ اللارفا شبه الادلت؟ incomplete metamorphosis بالظبط كده يا عبد الرحمن، يعني اللارفا شبه الادلت، بس زي ما انا قلتها كده من شوية، هي بتبقى حجمها اصغر وبيبقى sexually immature. ده الفرق ما بينهم. يعني هنا مثلا في الهارتيك والسوفتيك هتلاقي ان اللارفا بتبقى عندها 3 pairs of legs بس، تمام؟ بس هي نفس الشكل بتاع الادلت. طيب هو ايه اللي بيحصل في الانكمبليت ميتامورفوزز؟ احنا عندنا عموما الميتامورفوزز نوعين، انكمبليت وكمبليت. النهارده هنتكلم على الانكمبليت. طيب بتبتدي السايكل بان الفيميل هتبتدي تحط الايجز بتاعتها على على الارض كده خلاص، وبتبقى بتحط ايجز عددهم كبير قوي وتبتدي تحطهم خلاص، وهي بعد كده يعني خلاص بقى هي ادت الدور بتاعها، تبتدي الايجز دي يحصل لها هاتش، تتحول ل لارفا. اللارفا دي بيبتدي يحصل لها مولتنج خلاص، تبتدي تتحول من ستيج لستيج، وتبتدي تبتدي في المرحله بتاعت اللارفا هي ممكن بتعمل اتاتش للانيمالز، وتبتدي تعمل ساكنج للبلود، وتبتدي بعد كده يحصل لها مولتنج، وتبتدي تتحول من اللارفا للنيمف، والنيمف تتحول للادلت. الادلت يحصل لهم كوبيوليشن، تحط الايجز تاني على الجراوند، وتبتدي هي بتحب قوي، دايما معظمهم بيحب قوي الكلاب والقطط، وخصوصا الكلاب زي ما هنعرف بعد شوية، تمام؟ وتبتدي السايكل ترجع تاني. الانكمبليت ميتامورفوزز قلنا اللارفا بتبقى شبه الادلت، بس بتبقى سيكشوالي اماتيور وبيبقى حجمها اصغر، وهو ده الفرق بس، تمام؟ عشان كده بنقول عليها incomplete metamorphosis. طيب
الهوست بتاعنا قلنا ان هي بتحب الانيمالز قوي، هي مينلي الهوست بتاعها بيبقى انيمال زي الكلاب والقطط والرودنس الفيران والحاجات دي، البيردز الكاتل والهورسز وايلد انيمالز الديرز زي الغزلان والحاجات دي، هي بتحب الحيوانات عموما وخصوصا في الاماكن اللي هي بيبقى فيها حشائش طويلة وجراش وأشجار وحاجات كده، فهتلاقيها موجودة. عشان كده احنا قلنا هي برضو منتشرة في الأماكن اللي هي تروبيكال. الهيومن بيبقى accidentally parasite، يعني بيحصل له يعني هي الإنسان مش المين هوست بتاع التيكس، تمام؟ طيب الكوبيوليشن بيحصل على الهوست، الإيجز بتتحط على الفلور، واللارفات قلنا بيحصل لها مولتنج من ستيج لستيج، بتبتدي اللارفا بتطلع من الإيجز بعد ما يحصل لها هاتش وتبتدي تتغذى على البلد، وبتبتدي يحصل لها مولتنج وتتحول للنيمف، والنيمف دي برضو بتتغذى على البلد لحد ما تكبر بقى خلاص وتبقى أدلت. طيب الإيكولوجي بتاعنا هي قلنا بتحب الأماكن اللي هي بيبقى فيها تول براش براس والحشائش الطويلة والأشجار والحتت اللي فيها وودد أرياز والزرع والحاجات اللي بيبقى فيها أوراق شجر. طبعا بتبقى من الحاجات اللي هي حتى هنشوف صورة بعد كده بيحطوا في الحتت اللي هي ممكن بيبقوا عارفين ان بيبقى فيها تيكس، حطوا يافطة كده للناس والمزارعين بيبقوا عارفين والناس اللي بترعى في المكان ده ان الحتة دي ممكن يكون فيها تيكس، فياخدوا بالهم طبعا. وهيبقى هنقول الحاجات اللي هي ممكن تعمل بروتكشن في الاخر، بحيث ان انت لو حد بيشتغل في مكان زي ده او حد راح مكان زي ده يبقى عارف هيحمي نفسه ازاي. طبعا من الحاجات اللي هي مهمة قوي في الموضوع بتاع التيكس الرودنس المايس والحاجات دي مهمة قوي، لان هي بتشتغل هوست للتيكس وبتنقل امراض كثيرة قوي عن طريق ان هي بتدخل والهابتس بتاعها او الهوست بتاعها يبقى رودنس. زي ما انتم شايفين كده الحتت اللي هي ممكن تبقى موجودة فيها التيكس يا اماكن طبعا كلها شكلها حلوة اهي، تول جراس وودد ارياز واشجار، فيعني موجودة في حتت كتير. ادي زي ما يحطوا كده يافطة ويقول لك هنا التيكس دي ممكن تكون موجودة في المكان ده، فاعمل حسابك وانت داخل المكان تلبس بقى بوت عالي، تلبس حاجات فاتحة فيبان عليها، اللي يلبس بوت عالي يدخل جواه البنطلون علشان ما يبقاش تدخل منه التيكس، فيعمل بريفنشن كنترول ويقدر يحمي نفسه، يرش حاجات. هنعرف الكلام ده بالتفصيل في الاخر، بس المهم ان هو زي ما بقول لكم كده هو في اماكن بيبتدوا يكتبوا للناس المنطقه دي بيبقى فيها تيكس فما ينخدقوش يعني. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ زي ما انتم شايفين اهي واقفه على الجراس، اهي واقفه على الحشيش الطويل اهو ده، هي بتبتدي تفضل قاعده كده ساكته في مكانها وموجودة على الفيجيتيشنز، وتبتدي لما يجي واحد بقى ماملز، حد ماشي، فار ماشي، انسان ماشي، اي حاجة بتتحرك بتطلع كربون مونوكسيد، ودي من الحاجات اللي هي الكيميكال استيمولاي اللي بتحفز ان التيكس تبتدي تروح وتقرص الانسان ده او الماملز دي، فبتطلع هي بتحب يعني بتنجذب للكربون مونوكسيد ان اتش 3 ايربورن فايبريشن، الحركه بتاعه الانسان وهو ماشي او الانيمال اللي ماشي، البادي تمبريتشر، كل ده هي بتقدر تحدد مكانه وتبتدي تعمل بعد كده تدخل حاجه اسمها الهايبوستوم، تمام؟ الهايبوستوم اتاتشمنت، وتبتدي تدخل زي اللي هو الماوس بورد بتاعها دوت وتدخله جوه السكن، وعندها هوكس، الهوكس دي تمنع ان هي، عارفين المسمار اللي هما بيسموه مسمار الاوز، مسمار الاوز ده ازاي بيدخل خلاص، هتلاقيه من تحت كده مدبب ومن فوق كده عريض خلاص. طيب ايه الفايدة بتاعته؟ وده بيبقى اقوى من اي مسمار عادي، لما تيجي تطلع المسمار اللي هو زي ما بيقولوا الاوز ده ما بيطلعش بسهولة،
عشان كده نفس الفكره في الموضوع بتاع التكس. التكس دي ما بيجوش يشدوها على طول، لو شدتها على طول الكابيتولوم بتاعها بيتقطع وبيعمل سكندري بكتيريال انفكشن وبيعمل مشاكل كتير كده. فهو انت المفروض بتزقها الاول لجوه، تعمل ديسلوج كده وتبتدي تروح سحبها مره واحده خلاص. ليه بقى؟ لان هي عامله بالظبط يعني سبحان الله، هي علشان تبقى تدخل وتمسك كويس وتبتدي تعمل لودج جوه الجسم، فهي بالهايبوستوم، لان هي جسمها مره، هي بتدخل جزء صغير والجسم بتاعها مره. فعلشان دايما الانسان لما بيجي حاجه كده يلاقي حاجه عليه يشددها على طول، عامل لها تراكشن ورميها. فهي المفروض بيبقى ليها طريقه معينه، وساعات بيرشوا حاجه زي الايثير، حاجه كده تخدرها وتبتدي زي ما بيقولوا يعني تبتدي اعصابها تنفلت يعني، فتبتدي الهايبوستوما والحاجات دي ما تبقاش اتاتشت كويس وتبتدي تقدر تشدها. تمام. هي بتدخل قلنا زي ما بنقول كده الهايبوستوم بتاعتها بتبقى فيها هوكس، والهوكس دي بتبتدي تعمل انسيرشن جوه الجلد. طيب التكس دي كمان بتعمل حاجات، بتطلع مواد كده، منها مواد يعني لازق، يعني بيسموها ايه، لزق كده في الهايبوستوما دي، بتطلع حاجه زي الجلو علشان تبتدي تبقى ماسكه كويس جوه الجلد. تاني حاجه هي كمان بتطلع ميونو سبريسيف وانتي انفلاماتوري، علشان ساعات ان التكس دي ما حدش يعني، هي طبعا بتبان تبقى باينه لان هي بتعمل حواليها لازم تعمل انفلاميشن، بس ممكن الانفلاميشن اللي هي عاملاه ده ما بيبقاش بالكيفيه او بالقوه يعني ان هي موجوده، لسبب ان هي بتطلع شويه ميونو سبريسيف وانتي انفلاماتوري كيميكالز، لكنها بتهيئ المكان ان ما حدش يعمل لها تراكشن ويلاحظها قوي. بتطلع كمان انتي كواجولنت خلاص عشان تبتدي هي تسحب البلود وتبتدي تعرف تاخد البلود زي ما هي عايزه. طيب الهارتك والسوفتك، احنا في كده جدول زي ما انتم شايفينه الفرق ما بين الهارتك والسوفتك. هارتك ده بيرمننت بارازايت، بيبقى موجود على الهوست وبيشتغل، قلنا بيبقى بيحصل اللارفا دي بيحصل لها الايج، بعد ما بيحصل لها هاتش بتتحول للارفا ويحصل لها مولتنج تتحول للنمف، والنمف دوت تتحول للادلت. تمام. طيب في السوفتيك ديت تمبرري، ودي بتعيش على الهوست وبرضو بتحب هي البلاد ميلز، فهي بتروح للهوست عشان تحصل على البلاد ميلز. اللايف سبان بتاعتها بتاعه الهارتك بتبقى شورت، انما في السوفتك بتبقى لونج لايف، ممكن تقعد لحد 10 سنين، والفيميل تبتدي تحط ايجز كذا مره خلال العشر سنين دي، انما في الهارتك لا، هي بتبقى شورت، والميل عموما بعد الكوبيريشن خلاص هو والفيميل بيحطوا الاجز وخلاص كده دورهم خلص ويحصل لهم بيموتوا يعني. الكابيتولم في الهارتك زي ما احنا قلنا بيبقى واضح، عشان كده قلنا اكن هارتك يبقى فيها هيد، علشان كده قلنا ده الفرق ما بين الهارتك في الشكل والسوفتك. فالكابيتولم في الهارتك بيبقى موجود وواضح، انما في السوفتك بيبقى موجود فنترال من تحت كده فما بيبقاش باين، فانت بتبقى شايف في السوفتك حاجه زي قشره اللب ما فيهاش هيد. الكابيتولم بتاعها قلنا بيبقى فنترال من تحت. السكيوتم، السكيوتم ده ما بيبقاش موجود في السوفتك، بس في الهارتك بيبقى موجود، عامل زي اللي هي بتبقى على بيسموها ايه، زي شيل على الجسم بتاعها. تمام. في الميل بيبقى مغطي الجسم كله، وفي الفيميل بيبقى مغطي التلتين القدامانيين بس، لكنها لابسه عقد زي ما بيقولوا او جاكيت يعني، فبتبقى الفيميل بتبقى لونين، انما الميل بيبقى كله لون واحد بس. السكيوتا ما بيبقاش موجود في السوفتك، ودي من الحاجات برضو اللي بتفرق ما بينهم. ازاي تفرق بين الهارتك والسوفتك في سيكشوال ميل وفيميل؟ في الهارتك سهل قوي ان انت تفرقهم، انما في السوفتك ما بيقدروش يفرقوهم قوي. الفيستونز بتبقى موجوده في الهارتك ما بتبقاش موجوده في السوفتك.
طيب اللاربا بيبقى فيها سبيوتم وفستونز، انما في السوفتيك قلنا ما بيبقاش فيها سبيوتم وفستونز، وده الفرق ما بينهم. تمام، كان في حاجه كنت عايزه اقولها لكم. السكيوتم ده هو اللي بيفرق ما بين الميل والفيميل في الهارتيك. قلنا في الميل بيبقى مغطي جسمها كله بتبقى لون واحد، والسوفتيك والهارتيك فيميل بتبقى لونين، لان هي بتبقى لابسه بيبقى عليها سكيوتم فاكنها لابسه جاكيت كده، فمغطي التلتين الاولانيين فبتبقى باينه لونين، عشان كده سهل ان هم يفرقوا ما بين الميل والفيميل. تمام. طيب اهم حاجه بقى زي ما قلنا الديزيز ترانسميشن. طيب بتنقل ايه؟ انتوا زي ما خدتوا كده في المايكرو في حاجه اسمها ريكيتسيال ديزيز، فهي بتنقل انواع الهارتيك ديت، والهارتيك بتنقل نوع من انواع الريكيتسيال ديزيز اللي هم حاجه اسمها روكي ماونتن سبوتد فيفر وكيو فيفر. الاثنين دولت هي ممكن تنقلهم، ودولت من الريكيتسيال ديزيز. هناخد بعد كده حاجات تانية اللي هي سبايروكيتال، وهناخد حاجات تانية. يبقى هي بتنقل الريكيتسيال ديزيز نوعين اللي هم روكي ماونتن سبوتد فيفر والكيو فيفر. طب الروكي ماونتن سبوتد فيفر دي بتبقى عباره عن راش، خلاص هيموراجيك راش، وبتبقى معاها فيفر. دي الريزرفوار هوست بتاعنا بيبقى الدوجز والرابتس والرودنز، والتيكس اللي هي بتنقلها قلنا الهارد تيك، خلاص بتبقى موجوده في انواع من الكلاب اللي هي زي ما انتوا عارفين حاجه اسمها كده امريكان دوجز. وقلنا معظم التكس على فكره بتبقى موجوده في الكلاب، خصوصا الكلاب، عشان كده بيودوهم دايما ريجولري كده، اللي عنده كلب بيوديه لدكتور الفيت علشان يبتدي يشوف عندهم تكس ولا لا، لان هي ممكن تنقل للانسان التكس دي. وتلك الانواع زي ما قلنا كده زي ريكيتسيال ديزيز. طيب نوع الكوست في الاورجانيزم هنا ايه؟ ريكيتسيا ريكيتسي، وبتنقل عن طريق البايت اوفتكس، يعني لما تبتدي تقرص تحط السبايروكي اللي تحط الريكيتسيا ديزيز دي، تحط الريكيتسيا وتبتدي تحطها جوه الجرح اللي عملته جوه البلوك. في بتنقل ايه كمان؟ بتنقل حاجه اسمها كيو فيفر. الكيو فيفر دي عباره عن برونكوبنمونيا. طيب دي من الحاجات اللي هي الكيو فيفر دي بيسموها بايوتيريزم، اللي هي ايه؟ اللي هي الحاجات اللي هي بيولوجيكال اتاك، يعني بتعمل عارفين اللي هي بيسموها ارهاب بيولوجي. يعني ايه ارهاب بيولوجي؟ يعني يعني حد عامل الحكايه دي انتشنالي، وحد عاملها عشان ياذي بيها ناس معينه. تمام، فدي بيعتبروها الكيو فيفر دي من من اللي هي البايو تيروريزم. وقلنا يعني ايه بايو تيروريزم؟ اللي هي الحاجات اللي هي بتعمل تأذي بيها، بتحط نوع معين من البكتيريا او بتحط نوع معين من الريكيتسيا او بكتيريا او فيروس حتى او اي حاجه، فدي بيسموها بايوتيريزم، ومنها الكيو فيفر دي. دي طبعا موجوده وورلد وايد، منتشره في الريزوار هوست بتاعها كاتل شيب وجوتس. في حاجه مهمه قوي في الترانسميشن عندنا، ان هي موجوده في الهارتيك والسوفتيك وبيبقوا ترانس اوفيريان. حد عارف يعني ايه ترانس اوفيريان؟ حد عارف يعني ايه ترانس اوفيريان؟ ايوه دكتور، بتنقل من البريجننت مذر للفيتوس. بالظبط، يعني الهارتيك والسوفتيك الكبار دولت بينقلوا للبيبيهات بتاعتهم، الام بتنقل للبيبيهات في الاجيال الجديده، تنقل فيها الكيو فيفر دي اللي هي الاورجانيزم بتاعنا اللي هو اسمه كوكزيلا. كوكزيلا بورنيتي ديت بتبتدي تبقى موجوده في الاجيال الجديده بتاعت الهارتيك والسوفتيك، تبتدي تنقل جيل ورا جيل. هي بس مش بعد ما بتموت ما بتنقلش، لا ده هي ولادها كمان بينقلوا، اللي هي ترانس اوفيريان زي ما عبد الرحمن قال كده. تمام. طيب بيحصل ايه؟ بيحصل الديتكشن ده ازاي؟ بيحصل عن طريق ان هي بتبتدي تقرص وتعمل باي، وانت تيجي تعمل لها تهرش فيها، فتدخل التيك فيسز جوه الجرح اللي اتعمل ده. خلاص، يبقى لما هي بيحصل بايت بتبتدي يحصل كونتامينيشن بالتيك فيسز اللي بيبقى موجود فيها الاورجانيزم اللي هو الكوكزيلا بورنيتي. تمام.
فدي من الحاجات اللي هي ريكيتسيال ديزيز. يبقى ريكيتسيال الاثنين اللي عندنا فيو فيفر، ودي قلنا بايوتوريزم وتعمل برونكونومونيا، وقلنا ان هي موجودة في حتت كتير، اهم حاجة فيها ان هي ترانس اوفيريان ترانسميشن، وموجودة في الهارتك والسوفتك. الروكي ماونتن ديت بتبقى ريكيتسيا ريكيتسي، ودي موجودة في القطط والكلاب والرودنس، وبتبقى عن طريق البايت بس، وتبتدي تنقل الريكيتسيا وتحط هي الريكيتسيا ريكيتسي جوه الجرح. التانية بتبقى عن طريق الفيسز بتاعة التكس. تمام؟ طيب زي روكي ماونتن سبوتد فيفر، هي الراش احنا قلنا بتعمل راش كده على الجسم اهي، ده شكل الراش بتاع روكي ماونتن سبوتد فيفر. هي طبعا عن طريق تحليل الدم بيبان انتي بودي، وبيبان الحاجات اللي موجودة. دي الكوكزيلا بورنيتي ديت قلنا هي بتبقى عن طريق الكاتلز والشيب، ممكن تنقل نوع اللي هي الكوكزيلا دي خلاص. فبتبتدي هما لقوا ان هي انتشرت في حمل العراق بين الجنود وكده، فالجنود الامريكان خلاص خلال حرب العراق لما كانوا موجودين. مهم. طيب في انواع كمان من الريكيتسيا اللي هي تبع الريكيتسيا الانفكشن، اللي هي حاجه اسمها باونتن فيفر ميديتيريان سبوتد فيفر. طيب دي موجوده فين؟ موجوده في اوروبا وافريقيا. الريزرفوار هوست بتاعنا الدوكس، بتبقى موجوده في الهارتك خلاص، موجوده فين؟ في الهارتك. ونوع الريكيتسيا بتاعتنا ريكيتسيا كونياي كومبلكس، بقى عن طريق الانفكشن هي تبتدي برضو تعمل بايت في سيستكس، تبتدي تدخل وتبتدي تنقل الانفكشن. تمام. طيب البوتونز فيفر دي او البوتون لايك سكار، او هي بتعمل شكل سكار معين كده لما بيبتدي يحصل انفكشن، اللي هو بيسموها بوتون لايك ألسر او سكار على الحتت اللي هي بيبقى فيها ليمف نود، فبتعمل نوع من انواع الليمفادينوبتي راش على الجسم خلاص، وبتبتدي تعمل شكل معين. هنشوف مفروض في صورة هوريها لكم خلاص. بس هي منتشرة فين؟ منتشرة في أوروبا ونورث أفريكا، موجودة كمان في فلسطين، اللي هي الباونتنز فيفر دي أو بوتون فيفر خلاص. دي أهي الميديتيريان سبوتد فيفر، دي بتبقى موجودة كمان في الجزائر خلاص. وبتعمل ماكيولو بابيولار لاش. الراش ده يعني انا معرفش انتوا خدتوا نوع الماكيولو بابيولار، يعني بتبقى مرتفعة شوية خلاص، بابيول يعني عاملة بابيول مرتفعة عن الجلد خلاص. بتبقى موجودة في البالم والسول، وبتقبل قلنا سكور اللي هي بتبقى بلاك سبوت، يعني تلاقي السبوت بتاعتها بتبقى لونها بلاك، عشان كده بيسموها تاكين وير يعني او بلاك سبوت. تمام. والسبوتس دي بتبقى الراس بتاعتها بتبقى بلاك خلاص. دي اسمها ايه؟ ميديتيريان سبوتد فيفر، ميديتيريان سبوتد فيفر. طيب احنا كده خلصنا الريكيتسيا اللي هم الثلاثه اللي بيتنقلوا عن طريق هارتك والسوفتي، الكيو فيفر باونتنز فيفر والريكيتسيا ريكيتسي. طيب السبايروكيتل بقى هما اتنين بس المفروض، اللي هي انديميك ريلابسينج فيفر، ودي عبارة عن حرارة بتيجي لمدة 7 أيام وممكن ترجع تاني، يعني تروح وترجع تاني، ودي موجودة برضو في أفريقيا وفلسطين وأمريكا. الريزرفوار هوست بتاعنا الرودنتس، ودي بتبقى موجودة السبايروكيتس دي في الأورس السوفتيك اللي هي أورنيثودرس، وبرضو ترانس أوفيريا. نوع الأورجانيزم بتاعنا اسمه بوريليا دوتني خلاص، بوريليا دوتني. بتبقى موجودة برضو في السلايفا اللي هي كونتامينيت للووند اللي بيحصل ده خلاص. وجزء سخيف شوية بس يعني ايه، معلش.
تاني ديزيز ممكن يتنقل، حاجة مهمة قوي وبيحصل منها تحذيرات كتير قوي بره في الدول اللي هي بتاعت أمريكا وأوروبا، اللي هو اللاين ديزيز، مشهور قوي عندهم اللاين ديزيز ده. لأن صوتي بيقطع، والله أنا متحركتش، مش عارف الصوت كويس. طيب تمام، سمعينك يا دكتور؟ تمام. اللاين ديزيز ده مشهور قوي بره في الدول بتاعت اوروبا وكندا وامريكا، فتلاقي في تحذيرات كتير قوي وبيحذروا الناس كتير قوي من اللاين ديزيز ده، لان هو بيعمل كمان نوع من الارثرايتس اللي بتيجي على الجوينت، وبيعمل كمان باراليسز اللي هي الفيشيال بولسي زي ما بنقول، اللي هو الفيشيال باراليسز او فيشيال بولسي. بيعمل كمان مايليجيا، وبيعمل كمان كاردياك كومبليكيشن، ودي من الحاجات المشكله بتاعتها. الريزرفوار هوست بتاعنا هو الديرز اللي هي الغزلان. التكس الهارتيك هي المتهمه اللي معانا، والترانس اوفيريان بيبقى هو ترانسميشن. نوع الاورجانيزم هو البوريليا والجوفاي، والمود اوف انفكشن هو البايت اوف تكس. خلاص، مجرد ان هي بتقرص بتروح مدخله البوريليا جوه البلاد. تمام. اللايم مشكلته الاساسيه ان هو بيبقى ليه كمان كومبليكيشن، منها الكاردياك كومبليكيشن، خلاص بتعمل ارثرايتس وبتعمل فيشيال بولسي، وبتبتدي كمان تعمل كاردياك كومبليكيشن، ودي المشكله الاساسيه بتاعتها. وقلنا ان هي منتشره بره، عشان كده بيحذروا كتير قوي من اللاين ديزيز، تلاقيهم بينزلوا كده بروشورز كده للاين ديزيز. ده شكل اللاين. بيعمل حاجه اسمها ريثيما مايجرينز بولز اي، زي ما انتم شايفين عينه عامله ازاي، اللي هي البولز اي، والريثيما كورينيكولم ميجرينز اللي هي بيبقى شكلها زي ما انتم شايفين كده، بتبقى ليها شكل اكنها دايره كبيره وجواها دايره صغيره، بيبقى معاها كمان ارثرايتس في الجوينتس. تمام. فدي من الحاجات المهمه قوي اللي هي الارثرايتس، ممكن تعمل قلنا كاردياك كومبليكيشن. طب بتنقل ايه كمان؟ بتنقل حاجه بقى عندنا احنا هنا في الباراسايتولوجي اللي هي البابيزيا. البابيزيا دي حاجه كده زي الملاريا. تخطوا كلمتين كده برضو صغيرين عن الملاريا. البابيزيا دي بتتنقل برضو عن طريق البايت بتاعت التكس، تبتدي تحط البابيزيا بروتوزوا جوه البلد، ودي بتبقى حاجة شبه الملاريا شوية. بتعمل سيفير هيموليتك انيميا، تعمل برضو بلاك يورين. موجودة في الريزرفوار هوست بتاعنا الرودنس والكاتل، موجودة في كل الأماكن. التكس اللي موجودة معانا هي الهارتيك، وبيبقى ترانس أوفيريا. قلنا البابيزيا اللي هي البابيزيا سبيشيز هي ديت البارازايت أو الأورجانيزم اللي معانا، بيبقى عن طريق البايت. في بكتيريا كمان اللي هي توريليميا، خلاص فيفر، دي برضو بتبقى بتعمل انفلاميشن، بتعمل ألسريشن على الجلد، وبتعمل انلارجمنت للليمف نودز. موجوده في الهارتيك برضو بتتنقل ترانس اوفيريان. خلاص الاورجانيزم اللي معانا اللي هو الفرانشيسيلا، الفرانشيسيلا، وديت برضو من الحاجات اللي هي البايوتوريزم، زيها زي البايوتوريزم، وقلنا اللي هي البيولوجيكال، وفي ناس بتستخدمها عشان تأذي بيها ناس تانية برضو عن طريق ان هي بتعمل بقى اي بايت وتبتدي فيسز، او انت بتعمل كراش فتبتدي الكراشنج دوت تبتدي دخل الفيسز، او هي نفسها تعمل فيسز، فالانسان لما يجي يغرش يروح مدخل الفيسز بتاعتها جوه الجرح. خلاص. طيب ده شكل البابيزيا. البابيزيا بيبقى ليها شكل كده معين اللي هو عامل زي المروحه ده جوه الار بي سيز. احنا قلنا هي من الحاجات زي الملاريا، فبتصيب الار بي سيز، فهي اللي عليها كوره حمراء دي، هي دي البابيزيا، عامله زي المروحه دي، بيسموها تتريدز، اللي هي شبه المروحه يعني، كروس شيب تتريدز، اللي هي بيبقى فيها المتشبكين كده الاربعه دولت،
خلاص هي دي البابيزيا، تمام، حاجه شبه الملاريا كده بس بتيجي عن طريق التكس، يعني الفيكتور بتاعنا هو التكس، انما الملاريا ده الملاريا حاجه تانية خالص، تمام. طيب ابسط حاجه بقى اللي هي ممكن تعملها ان هي قلنا زي ما قلنا بتعمل لوكال انفلاميشن، تعمل ايزيما اللي هي الدرماتوز، تعمل التهاب في الجلد، خلاص زي ما انتم شايفينها كده حاجه دخلت جوه الجسم وتبتدي تعمل رياكشن حواليها انفلاميشن وايزيما وبليدنج زي ما خدتوا كده في الباثولوجي. اي حاجه غريبه بتروح عامله شويه تغييرات حواليها. ممكن كمان سكندري بكتيريال انفكشن لو جه واحد يطلعها زي ما قلنا، فبيبتدي يقطع الكابيتولم بتاعها اللي هو الهيد بتاعتها دي، بتبتدي يقطعها، فلما تتقطع تفضل يحصل سكندري بكتيريال انفكشن حواليها لان الجسم عايز يطردها، فيبتدي يعمل حواليها سكندري بكتيريال انفكشن ويبتدي هو عايز يتخلص منها، وبيبتدي ما بيقدرش يتخلص وبيبتدي يحصل secondary bacterial infection. طبعا من الحاجات المهمة ان طريقة ان انت ازاي تقدر تشيلها من غير ما تعمل force traction فتقطع الكابيسولم، تمام. فدي من الحاجات المهمة في التخلص من التكس دي. في حاجة مهمة قوي بتعملها التكس اللي هي حاجة اسمها تيك paralysis. تيك باراليسيس دي من الحاجات المهمة قوي اللي هي ممكن تعملها التيكس. في مسلسل كده من فترة كبيرة اسمه دكتورز. دكتورز ده كان مرة جايب حلقة كده عن واحدة فجأة جالها باراليسيس وما كانوش عارفين الباراليسيس ده جالها منين، وبعدين اكتشفوا ان هي عندها هارت تيك. لما شالوها خلاص البنت رجعت كويسة خالص، ما فيش اي حاجة. طيب لان هو ريفيرتابل زي ما قلنا. التيك باراليسيس ده بيبقى نسيجة، بيحصل ليه نسيجة لمادة بتطلع اللي هي الاسيتايل كولين. خلاص الاسيتايل كولين التوكسنز دي بتبتدي تعمل فيلير للاسيتايل كولين في النيورو ماسكولار جنكشن، فبيبتدي يمنع وصوله، فبيبتدي يحصل باراليسيس. طيب التيك باراليسيس ده نتيجة ليه البايب بتاع الهارتيك خصوصا الفيميل، فبتبتدي زي ما بنقول كده بتطلع التوكسينز بالسلايفا بتاعتها وتبتدي التيك باراليسيس ده بيحصل كمان في اكتر في لو هي عملت البايب ده خصوصا في الاطفال، تمام، ويكون البايب دوت في ناحية السباينال كورد، فده بيبقى اكتر يعني ان هو ممكن يحصل معاه التيك باراليسيس. ممكن يحصل معاه كمان ايه شويه فيفر، شويه توكسيميا، بيبقى نوعه ايه، بيبقى نوعه فلاسيد، يعني تلاقيه كده اللي هو هنشوف صوره للبنت اللي هي تلاقيها مرمي كده فلاسيد، خلاص مش ريجيد، يعني ما تلاقيش العضلات ريجيد وكده، لا هي فلاسيد، تمام. بيبقى موتور فلاسيد ascending، تمام. ممكن يحصل معاه respiratory failure وده، خلاص ممكن يحصل معاه respiratory failure وده. وقلنا هي مشكلته لو حصل البايت دي كانت في الظهر جنب spinal cord او البرين، فتبتدي هي الاكتر ان هي تعمل المشاكل بتاعه التيك paralysis. ممكن يبقى فيتال، وقلنا لانه هو بيعمل ريسبيراتوري فيلير فممكن ما يتلحقش يعني، بس بمجرد زي ما قلنا كده ان هو شلت التكس دي خلاص كده مش هيحصل حاجه، وبيرجع لان هو بيبقى ريفيرسبل. بس كده. طيب نشوف الصوره بتاعه البنت اهي اللي هي قلنا بيبقى نوع فلاسيد موتور اسندنج، بيبقى نتيجه ان في توكسينز بتطلع فبتبتدي تمنع الاسيتايل كولين ليبريشن ان هو يطلع، ويبتدي يوصل للنيورو ماسكولار جنكشن فيبتدي يعمل الباراليسيس اللي هو الفلاسيد موتور اسندنج، خلاص نتيجه للتوكسينز اللي بتطلع، تمام. هي بتطلع توكسينز فبتبتدي تعمل المنظر اللي قدامنا، وقلنا بتبقى اكتر في الاطفال، وممكن يعمل death نتيجة للdeath دوت respiratory failure، نتيجة للrespiratory failure بتأثر على العضلات كمان بتاعة التنفس فبتبتدي تعمل death.
ازاي تقدر تعالج التكتغاليس؟ زي ما قلنا كده بيبتدوا يحطوا إيثير أو كلوروفورم، يبتدي يخدر شوية التكس دي ويسهل خروجها، وقلنا الأول بيزقوها لجوه وبعدين يروحوا شدينها. خلاص ديت الطريقة بتاعت ان انت ازاي تشيل التيك اللي موجودة دي، وبيسهلوها زي ما قلنا كده بان هما بيحطوا ايثر وكلوروفورم، مادة كده ايه تساعد ان هي تتخدر كده والكابيتولام يفك شوية. تمام. ازاي تقدر تعمل prevention وcontrol؟ تمام. زي ما قلنا في اماكن كتير كده بره في اوروبا بقى وكندا والحتت دي يحط لك كده يافطات ان ممكن تلاقي تيكس هنا، فخد بالك وانت ماشي وانت بتتحرك، لان كمان خصوصا ان بره بيبقى في اماكن كتير مفتوحه والغابات والكلام ده، فممكن يبقى منتشر فيها التيكس. طبعا الغابات والحاجات دي بيبقى موجود بقى فيها الرودنس، موجود فيها الكاتلز، موجود فيها ديرز، موجود فيها كل حاجة، فممكن تبقى مكان سهل قوي ان هو كمان انت عندك الريزرفوار هوست موجود، مايس موجود، ديرز موجود، كاتلز موجود، اي حاجة موجودة، الهيومن كمان ممكن بيتمشى او بيتحرك في المكان، فبيبقى كل حاجة متاحة بالنسبة ان التكس تكمل السايكل بتاعتها. ازاي تقدر تعمل بقى prevention and control integrated vector management؟ ازاي تقدر تعمل ده؟ اول حاجة تقلل exposure للتكس، sanitation نظافة، biological control. ازاي biological control؟ ده من الحاجات المهمة قوي، لان انت بتقدر تمنع infection بحاجات طبيعية بدلا ما تستخدم الكيميكال control اللي هو ممكن يعمل اذية للهيومن والانيمال والبلانتس عموما، اللي هو الكيميكال كنترول، مع ان هو بيدي نتائج كويسه قوي الكيميكال كنترول ده. طيب بتقلل الانفكشن ازاي؟ بيستخدموا اللي هي ريبلنس اللي هي الديت. تمام. بيرشوا الهدوم او بيعملوا لها بينقعوها زي ما بنقول كده، بينقعوها في ماده زي البرميثرين، هدوم والحاجات تترش، اي حاجة تتلبس برضو يحطوها شوية في المادة اللي هي بتاعت البايروميثرين. خلاص دي من الحاجات المهمة قوي. البوت غالبا ممكن الناس تلبس بوت طويل دخلوا جواه زي ما انتوا شايفين البانس، الحاجات اللي تتلبس تبقى فاتحة عشان يبان عليها التكس لو كانت موجودة، فيبقى عارف ان هو عليه تكس فيقدر يحمي نفسه. تمام. دي من الحاجات المهمة قوي اللي هي بيسموها يقلل الاكسبوجر. يعني سانيتيشن طبعا الحتت اللي فيها كراكس، الحتت اللي فيها رودنس، لان احنا قلنا معظم الهارتك والسوفتك هما الريزرفوار هوست والهوست بتاعهم هو الرودنس، فطبعا الحاجات دي يتخلصوا منها، اي كراكس اي حتت مفتحة كده تتقفل. دي برضو من الحاجات اللي هي مهمة. كيميكال بقى كنترول من الحاجات اللي هي بتستخدم اللي هي الملاثون، زي ما خدتوه قبل كده في الموسكيتو. الملاثون ده نوع من الانسكتي سايز اللي بتترش وبتدي نتائج كويسة قوي في التكس. تمام. اللي هو الملاثون اللي هو 5.5% تركيزه، ده نوع من الانسكتي سايز اللي بتترش زي ما خدتوه كده في الموسكيتو. يعني برضو بيرشوا بيدي زي البايكون، البايكون ده حتى اللي هو اللي احنا بنرشه عادي، يعني ده برضو افكتيف سبراي بيرشوا بيه البيوت والارضيات بتاعه البيوت اللي هم قاعدين فيها. السوفت تيك بتبقى بتعمل حاجه اسمها انترميتنت فيدرز، فما بيقدروش يتحكموا فيها قوي. خلاص لو هي موجودة، ان السوفتيك معظمها بتبقى اكتر ممكن اتاكينج للناس جوه البيوت، خلاص فما بيقدروش يتخلصوا منها قوي لان هي بتبقى انترميتنت فيدرز. بيولوجيكال كنترول في نوعين كده من اللي هم بيستخدموهم، حاجة نوع من انواع الفانجاي،
خلاص دي بتقدر ادت نتائج كويسه خلاص في التخلص من النوع بتاع التيكس عموما اللي هي اسمها ميكروهزيم فانجس، نوع من الفنجاي دي برضو بتستخدم ادت نتائج. في نوع برضو اللي هو بيسموه واسبس اللي هي زي نوع من انواع الدبابير، خلاص دبابير برضو ساعات بتدي نتائج كويسة. تمام، في حد عنده اسئلة في الجزء ده؟ فاضل لنا بس حتة السايكلوبس دي يمكن حاجة واحدة يعني هتتقال. في حد عنده مشكلة في الهارتيك او السوفتي؟ هارتيك والسوفتي خلوني اقوله لكم تاني كده بسرعة. احنا عندنا الهارتيك والسوفتيك، انت مفروض تعرف الفرق ما بين الهارتيك والسوفتيك في المورفولوجي، تعرف الحاجات اللي بتتنقل عن طريق الهارتيك والسوفتيك، بيولوجيكال مين فيهم بينقل، ريكيتسيا، السبايروكيتس، البروتوزوا، مين بينقل ايه، والترانسميشن بيبقى ترانس اوفيريان ولا عن طريق ايه. دي من الحاجات المهمه اللي هي الجداول، هما جدولين ثلاثه. تمام، دي من الحاجات المهمه قوي. البريفنشن والكنترول، تعرف ان احنا بنستعمل اللي هو الملاثون النص في المية، وفي كمان بيولوجيكال ادت نتائج اللي هي زي نوع من انواع الفنجس. دي الحاجة المهمة اللي هي اتاخدت النهاردة. يبقى بتنقل سبايروكيتل، وبتنقل ريكيتسيا ديزيز، وبتنقل بروتوزوا وبكتيريا، تعرف اسمائهم وتعرف الترانسميشن بيبقى عن طريق ايه، ترانس اوفيريان ولا بيبقى عن طريق ايه بالظبط. خلاص، هم معظمهم هتلاقيهم ترانس اوفيريان، يمكن حاجات قليله قوي بيبقى موجود في الفيسز، ولا موجود في عن طريق البايت بس، ولا عن طريق البايت وان هي الفيسز تدخل في الجرح. دي من الحاجات المهمه. تمام، اللي هم الجدولين ثلاثه، ثلاث جداول يمكن ورا بعض كده. تمام، في حد عنده مشكله في الجزء اللي اتشرح؟ طيب اخر بقى حاجه معاكم في المنهج خالص، حاجه اسمها سايكلوبس. ايه السايكلوبس ده؟ بيسموه برغوت الميه، ووتر فلي. ده حاجه حجمها صغير قوي، بتبقى موجوده اكتر في الابار، خلاص اللي هي بتاعه الميه دي بتبقى موجوده اكتر في الابار. السايز بتاعه صغير من 1 لـ3 ملم، يعني اول شرطتين ثلاثه في المسطره، حاجه صغيره قوي. بيبقى عامله زي الكمتريه، وبيبقى الفرق ما بين الميل والفيميل ان انت بتبص فيها اكس ولا ما فيهاش اكس، خلاص اكساك ولا ما فيهاش اكساك. هي بيبقى عباره عن ايه؟ البازي بتاعها بيبقى عباره عن كفال وثوركس وابدومن، الهيد والثوركس لازقين في بعض، والابدومن بتاعتها كفال وثوركس وابدومن. الكفال وثوركس يعني الهيد والثوركس لازقين في بعض، فيوزد مع بعض، والابدومن بتاعتها. بتبقى الكيفالوثوركس دي 5 سيجمنتس، خلاص بيبقى عندها عين واحدة بس في النص، خلاص سنجل ميديان اي اي، بتبقى موجودة عينيها واحدة بس، عين واحدة بس في النص، بيبقى عندها انتن على الناحيتين، وبيبقى عندها 4 بيرز اوف ليك. خلاص السايكلوبس دي قلنا بتبقى موجودة فين؟ موجودة في الآبار بتاعة المية، أكتر في المية الرطبة ممكن تلاقيها، فعشان كده بيسموها ووتر. الأبدومن بتاعتنا بتبقى 4 لـ5 سيجمنتس، 4 في الفيميل و5 في الميل، والفيميل قلنا بتبقى عندها إكساك على الناحيتين. ميديكال امبورتنس، أهم جزء عندكم كطالب طب، ان هي بتشتغل فيكتور لتلاتة دي اللي هما دايفروبوستريوم لاتا، دايفروبوستريوم مانسونات، دراكانكلوس منليسس. خلاص بتقدر تقضي عليها ازاي؟ بيرشوا في الميه بتاعت الابار دي، بيحطوا حاجه اسمها كوبر سلفيت، او بيعملوا فلتريشن للميه، او يغلوا الميه دي، فتبتدي تقضي على السايكلوبس اللي موجود. خلاص، يبقى افتكر دايما ان السايكلوب ده بينقل هو فيكتور لثلاثة دي، ثلاثة دي اللي هما الدايفلوبوستريوم لاتام، دايفلوبوستريوم مانسوناي، ودراكانكلاس ميدليس. تمام،
بتقدر تعمل ازاي prevention و control. بترش او control يعني بترش كبر سلفيت اغلي مية او تعمل filtration فلترة للمية بتاعت الابور. تمام؟ في حد عنده اسئلة؟ تمام يا عبد الرحمن. انتوا المفروض امتحنتوا صح ولا ما امتحنتوش؟ امتحنتوا الكويز؟ امتحنا بس مش بارا النهارده. النهارده اف اتش بي 1. النهارده اف اتش بي. اوكي، اللي هو 1 و 2 1. تمام. طيب، المره الجايه ان شاء الله دكتوره هبه هعمل لكم مراجعه مهمه قوي، فاحضروها طبعا، لان هي تبقى مراجعه على المنهج كله بقى، واللي عنده اسئله، اللي عنده اي حاجه. النهارده الجزء بتاعنا محدود يعني، والدنيا فيه معقوله، وبس الاسامي كتير وسخيفه. اسامي الاورجانيزم كيتسيا ريكيتسيا ريكيتسيا بونياي، مش عارف ايه الكلام ده. انما فيما عدا ذلك يعني الدنيا فيها ملمومه يعني. تمام. لو حد عنده أسئلة معاكو دقيقتين. لو حد عنده أسئلة، حدش عنده أسئلة؟ طيب، حد عايز يقول أي حاجة؟ تمام. العملي برضو المفروض هتخلصوا الأسبوع الجاي، أو معرفش انتوا خلصتوا ولا لأ. انتوا شكلكم مش بتحضروا قوي، فاحضروا العملي، لان في عملي طبعا في الفاينل. احضروا العملي والمراجعات بتاعه العمل. اوكي، بالتوفيق ليكم جميعا ان شاء الله. خلاص يا دكتور، العملي هيبقى نفس مع نفس وقت الفاينل. هو لحد دلوقتي ما فيش اي اخبار جديده ان هو العملي هيبقى لوحده. فالعملي مع النظري مع يعني كله وان باكج زي ما بيقولوا يعني. هتقعد تاخد كله مع بعض. وانتو الترم اللي فات كان كده برضو. الترم اللي فات كان كده. هو للاسف بس الترم اللي فات كان عندنا ميد وفاينل، دي الفكره. الترم اللي فات ما كانش. كان في امتحانات ميد ترم، صح. هي للاسف بس الدنيا قفلت المره دي خالص. بس هي الدرجات يعني هتبقى متقسمه احسن. انا مش عارفه هي احسن لكم ولا مش احسن لكم، ان هي الامتحانات تبقى كلها على بعض كده. تالي اوحش، لان جزء كبير ودرجات اقل، ففقدان الدرجات يبقى اصعب يعني. يعني حاولوا تذاكروا كويس. العملي مضمون يعني. العملي يعني مش ما ينفعش ان انتوا تنقصوا في العملي بصراحه. عموما مش في البارا بس، في العملي كله. العملي ده بيبقى مضمون، لان معظم الحاجات عندكم اونلاين، فانت ممكن تذاكرها والدنيا تبقى فيها سهله. المراجعات ممكن تتعمل كذا مره، فانتوا لو تطلبوا من الاساتذه مراجعات فدي هتبقى حاجه كويسه بالنسبه لكم. لو انتوا عندكم مشكله في العملي بتاع المواد النظري، اطلبوا برضو مراجعات في كل المواد يعني، لان دي هتبقى حاجه بالنسبه لكم مهمه عشان تقدروا تجمعوا انتوا المفروض مذاكرين ايه لما خلص المنهج دكتور ان شاء الله. انتوا لسه ما خلصتوش؟ هو كله بيخلص الاسبوع ده. الاسبوع الجاي كتير هيبقى اخر محاضرات يعني. المحاضرات خلاص كله بيخلص يعني. يعني طبعا ربنا يكون في عونكم. هو الجزء كبير بس هم عملوا الجداول للاسف كلها على بعض يعني. ربنا يوفقكم يعني. لو في اي حاجه نقدر نساعدكم بيها بلغونا يعني. اوكي، شكرا لحضرتك يا دكتور. العفو العفو. على خير، باي باي، مع السلامه.